ككل الحمد لله عطاها مولانا واحد لا سبيسيفيسيتي واللي هي شن هي، على انه كل عماله عماله تكمل الثانيه، لانه عندنا البحر، عندنا اماكن فيهم الريح، والريح خالق اللي يقبضها بواحد المنظور شويه نيجاتيف، وهي بالعكس، لانه الريح وليزاليزي يمكن يكونوا على انهم معطى وزياده على واحد لا بروفانس ولا على منطقه، لانه نعرفوا على انه بعض الاماكن اللي كتكون فيها البحر وتعود فيها الريح هذا كيخولها على انه تنعش فيها حتى نوع من السياحه واللي هو الرياضات المائيه، كل ما يتعلق بلي بلونش افوال، هذا الويند سيرف، الكايت سيرف. عندنا العمالات الثانيه ولا المناطق الثانيه اللي فيها ما يسمى بالنقوش الصخريه، واللي حتى هي عندها نوعيه خاصه من السياح اللي هي السياحه الاركيولوجيه. عندنا كذلك الاغراد، لا دون، عندنا الشمس، عندنا فتبارك الله نوع متكامل من السياحه. اذا اللي نبغوا نقولوه حنايا على هذه المواقع كامله، اولا باش يكون حتى المشاهد او المستمع يعرف على ان هذه المواقع كامله اكسيسيبل، يعني ممكن يلحق لها، خالقين بليدات حق على انه ممكن ما تلحق لها لانهم فيهم بيست، ولكن الطرق كامله تؤدي الى هذا المواقع، خالقين المواقع اللي يعود فيها فعلا لا بيست واللي تتطلب نوعيه من السيارات اللي ممكن تدخل، ولكن ما خالق بليده ما هي اكسيسيبل لهذه المواقع كامله اللي عندنا. واللي نبغوا نقولوه في التالي بهذه المناسبة اللي هي يا مرور 43 سنة والحمد لله على أنه العيون تحولت تحول جذري تماما. احنا اللي جل العيون، احنا عيينا من المرات نسافروا، أنا كنت في مندوبية الداخلة، كنت نشغل منصب مندوبة السياحة في الداخلة، يعني ذيك عامين اللي منين مشيت ورجعت فيها تبدلت علي العيون، خالقين بليدات اللي أنا من نفسي وانا وحده من اهل المنطقه اللي ما عرفت كاع منين نمرق فيهم ولا منين ندخل. معناه بانه بنية تحتيه كاينه، طرقات كاينه، المطارات كاينين، كل ما يخول المستثمر منين يعود، هو يا باغي يعود مستثمر، سياني مستثمر وطني، سياني مستثمر اجنبي، مرحبا به وسهلا.